رهبتنا اليوم قالت لك اذا عندك وجيعه في ظهرك وقت اللي تسوق انا نحيها لك. اما كيفاش الحكايه هذه؟ خلينا نكتشفوها مع بعضنا ونكتشفوا كل تفاصيل الكرهبه هذه. يلا بينا. فورد فوكوس، وشكون ما يعرفش فورد فوكوس في تونس؟ تاريخها وحده يحكي عليها، من جينيراسيون الاولى عام 97 حتى تكشي لتوا، كل تونسي لسه تسأل على فورد فوكوس يعرفها، يقول لك كهرباء ناجحه لا من ناحيه الموتور ولا من ناحيه الكاليتي تاع الماتريال وكل شيء، وتعرفت على اساس انها تكون سياره عائليه. باهي فورد في تونس توا مؤخرا جابت لنا الفورد فوكوس ريستيلي نتاع 4 جينيراسيون، جابتها من الاول في 5 بورت ومن بعد قصت عليها، توا جابت لنا الفينيسيون 4 بورت. لهنا كانت تلاحظ باش نحكيو بشكل عام ساعة على فورد، كانت تلاحظ انه فورد حتى كي تعمل ريستيلاج والا جينيراسيون جديدة ماهيش قاعدة تاخذ في الريسك نتاع انها تعمل تحل كراسة جديدة من ناحية الديزاين وكل. هذا يعود لعدة اسباب، منهم منهجية فورد في الموديل نتاعها، على خاطر هي كان لاحظته حتى من الموديل نتاعها ما تعملش هكا تغيير الجذري في الموديلات اللي ما عادش تعرفها. وثاني حاجة التوجه العالمي توا ماشي لحاجتين، واللي هو نتاع الكروس اوفر ونتاع الاس يو في من ناحية الكاتيجوري، ومن ناحية الاستثمار ماشي ناحية السيارات الكهربائية. اوك علاش فورد لهنا ماهيش اكلي عاملة مجهود كبير في تغيير تاع الديزاين، وانما مخليتها حتى كان تو نوريك الفار تاعك هاو باش تقول لي هذه ظاهره فورد فوكوس. ولهنا نشوفوا الديزاين ولا مينيماليست برشا. لهنا كانت تلاحظ ما فيهاش انتيبريار، باش تقول لي كيفاش فورد فوكوس ما غير انتيبريار، لكن الحكايه انه ولات الانتيبريار ولا انتجري في وسط الفار القدامي نتاعها. لهنا كبوت فيه 4 خطوط حاده يعطيو قيمه اكثر للكهرباء. الكالندر كيما نعرفوه نتاع فورد لهنا من هنا كيما قاعدين نشوفوا، مو قدام عندنا الدور نتاع الرادار افون نتاعها. توا خلينا نشوف الجنب نتاعها. بالنسبه للجنب نتاعها طولها 4 متر و60 هكاكا. لهنا فورد تونس اختارت انها تجيب كونفيغوراسيون واحده بركه تكون ادابتي للناس الكل. او قال حتى الجونت من غادي قاعدين نشوفوا فيه سامبل برشا، تحسه يعجب الناس الكل، معناتها ماهوش شكلي كانو بلاك ولا حاجه، اي واحد يقول لك هي ظاهره دي جونت ستاندارد عادي على الاخر. عندنا العجل من نوع جودير، بالطبع عندنا فرانديسك من قدام ومن تالي، وعندنا حاجه الباهي اللي عجبتني زادة اللي فورد تونس جابتها، واللي هي البلارات من تالي في ماء بخلاف البلار زادة التيلاني بالكل. بالنسبه للمنافسين تاعها نجمو نشوفوا التويوتا كورولا، الام جي جي تي، والا حتى سكودا اوكتافيا. وكي نجيو توا للتيلاني نتاع الكهرباء لهنا باش نعاودوا نشوفوا اللي هي نفسها الفورد اللي نعرفوها، معناتها ميم حتى في الجينيراسيون اللي قبل هذه باش نشوفوا اللي هي نفسها حتى. وحتى لهنا كما قاعدين نشوفوا الاضواء كيفاش مجبوده، حتى كش الجنب ما غادي فما خط يمشي من غادي يهبط ويعاود يطلع شيرة البونيه القدامي من غادي. لهنا عندنا الدور نتاع الرادار اريير نتاعها، وشوفوا كيفاش حتى لهنا الدور من هنا لاصقين في الفار هذايا. ومن هنا عندنا بالطبع نتاع الكاميرا دوريكول تاعها، بعد نطلع في الكربل نوريكم الكاليتي نتاعها وترازيم في دوستوب. هذا بالنسبه للتيلاني نتاعها، وبالطبع عندنا سورتي واحده نتاع الشافمون. توا خلينا نشوفوا في الداخل شنو هي وفرت، اعطيني رايكم في الديزاين نتاعها وشوفوا كيفاش سامبل على الاخر وافيكاس وكيما عودتنا فورد بالضبط. المفتاح كيما عودتنا فورد بالضبط كيما تاع الجينيراسيون اللي قبلها، عندنا 3 بوتون، واحده نتاع التسكير حلين تسكير، وتنزل مرتين المال يتهز وحده. باهي بالنسبه توا للحموله نتاع الكوفر تاعها يجي ثاني اكبر واحد في الكاتيجوري نتاعها من بعد سكودا اوكتافيا، يعطينا 511 متر بالضبط. لهنا عاد كيف نحكيو على الكاليتي تاع المال ما فيهاش نقاش بالنسبه لفورد، من هنا كل شيء مغلف بخلاف ليزامورتيستور تاع المال، اما الباقي كله كل شيء مغلف من هنا مغلف. وكاليتي عاد هذيك حدثوا عليها حراج ما تسحقش واحد يحط يحكي عليها، لهنا على جنب عندك وين تحط دبوسه صغيره ولا دبوسه غاز صغيره، ومن هنا عندك زاد وين تحط بدون ولا حاجه. هذايا من هنا مقسوم من غادي، من اللوطه عندك ان روت سكور كما قاعدين نشوفوا فيها قالت هذيك تشجعك باش دوما تطيح لك تمشي تبدلها ما تخليهاش هكاك منظر هكاك. ومن هنا كما قاعدين نشوفوا هذه الشير هذه مدهونه ما خلوهاش هكاك، وبخلاف انه لي بونكيت نتاعها رابطه بالانتير دو تير، لكن ما تعطيناش البلونشي لا. لهنا قبل ما نطلع حبيت نوريكم كيفاش بدلوا البوانيه، كيفاش ولات اصلا ديجا ما عادش فما بلاصه مفتاح، وكيفاش ولات بالرسمي ياسر كونفورتابل حتى في الحلان، وتجيب على يدك بالضبط هكايا وتحل بالرسمي مزيان على الاخر. خلينا نطلع توا نشوفوا شنو فما من داخل.
بخلاف اللي عندنا دوزر باك من التالي لهنا نجيو نلقاو في الكونتر بورت نتاعنا عندنا مغلف بالقماش، عندنا قجر من داخل المغلف، شوفوا تركيز على لي ديتاي حتى كي تحط حاجه ما تسمعش تحسها، وعندنا انوت بارلور والفيتري الكتريك بالطبع. الكسوه نتاع قماش فورد تونس اختارت انها تكون قماش، وصراحه قماش خير خاصه في الصيف في السخانه هذه، وفيه ستيربيكور بالابيض شويه ديسان. عندنا ليزوفيكس في الثلاثه كراسي تروى روبوستات، اما ما عندكش اكو دوار من تالي وباش تشارجي تليفونك لازم تحط ادابتاتور خاطر معنا كان وحده 12 فولت. باهي بالنسبه للكرسي هذايا وراه عندك وين تحط مجله، وجايب البلاستيك من هنا باش حتى كان ساقك مست ما يمسش ما يقلقش الباساجير والا الكوندكتور. التونيل تاعها ماهوش عالي، وهذايا ميساج من عند فورد تقول لك اللي راه حاطط تروى روبوستات راهي بالرسمي سياره عائليه، دونك انا حتى كي قاعده كيف في الوسط بالرسمي ما نحسش روحي اللي يقعدوا بحذايا باش يتقلقوا ولا حاجه، بالرسمي تحس ثلاثه ابيول تيركبوا. باهي من فوق عندي ان بلافوني زوز يشعلوا كي بالال اي دي، ومن هنا كي نقرب اكثر لهنا البوزيسيون هاي على الاخر، وهاو البوستات كيفاش يطلع هكا بالرسمي قاعده مزيانه على الاخر، واصلا تحسك فورد فوكس، ما فورد فوكس بالرسمي ما خرجش على الهويه نتاعها لا في الركبه لا من ناحيه حتى شيء. يلا تو نشوفوا القدامي، وتوا نجيو للاوبسيون اللي حكيت لكم عليها في اول حلقه، واللي هي كيفاش الكرسي هذا والكرسي تاع الباساجي مكتوب عليهم اجير. تقعد تقرا اجير اش معناها؟ باهي اجير باختصار نفسرها لك، نختصر لك الموضوع، واللي هو كرسي اورثوبيديك، معناتها كرسي صحي، صحي من ناحيه القاعده وخاصه من ناحيه الظهر. دونك انت اذا كذا تسوق في لونتراجي ولا حاجه سي نورمال انه ظهرك يوجعك بالقاعده في الكراسي العاديين. فورد عملت كرسي اجير باش يكون اورثوبيديك، يكون صحي للقاعده نتاعك ما يوجعلكش ظهرك. ولهنا هكا نكتب اللي نشوفها مونسيوني فورد، ديجا هي عملتها فورد بيدها مش خلصتها مع عند دي كونستركتور اخرين. بخلاف عندك عندك ريغلاج اونوتور، وعندك لهنا كات ريغلاج زاده كلهم من ناحيه تاع ظهر تاع الكهرباء من هنا على ظهرك ريغلاج، بخلاف انه هذا زاده ريغلاج زاده على الوحده هذيا، وبخلاف هذيك زاده عندنا شفت هذيا قاعد تشوفها هذيك تقدم اكثر هكي يولي يجيك حتى يش لهنا هكا باش ترتاحك اكثر، خاصه كي تحطها ترتاح في الكهرباء ولا حتى زاده في السياقه. وخلاف زاده عندنا بالطبع نتاع التقديم والتوخير، لهنا كان قاعدين تلاحظوا ما عملوش دي ريغلاج الكتريك، وانما خلاو الحكايه تكون افيكاس واقل كود دو ريباراسيون اذا تكسرت معناتها بعد سنين ولا حاجه. لهنا عندنا دي ريغلاج، شوفوا كيفاش لهنا الدوره دي تخرج ميكانيك هكا تركح مستوى الاضاءه الاماميه. شفتها تسمع كستور تتذكر فكرها بالقبل. لهنا عندنا ريغلاج تاع لونتوبيور افون لونتوبيور ارير الكود والفار وحتى اوتو زاد لهنا كا خلي اوتو، وعندك الليمونوزيتي نتاع لورجنتور دبر من هنا، وعندك الكوفر تنجم تحله من هنا ديريكتومون، من هنا تنزل واحده دي يطلع الكوفر ديريكتومون. لكن باش تشوفوا هذايا لازمك تقرب لي اكثر. باهي نجيو توا الاهم بارتي ممكن في البريزونتاسيون تاعنا نتاع اليوم. الفولون كيما فورد عرفناها من قبل، لان فيه طرف بيانو بلاك، فيه كروماج، لان على جنب عندي لي ريغلاج تاع لورجنتور دبر اللي تشوفوا فيه قدامي. ساعه قبل هذا كله توا انا باش نطفي الكهرباء لهنا باش تشوفوا هكا، لهنا تشوفوا كي تعاود تخدم لهنا. حبيت نوريكم اللي قاعدين تشوفوا في قدامكم هذايا راهو موش اي كوكبيت ولا حاجه، وانما ديكونتور عاديين، وفما اكرون الفوق ولوط عندنا زوز برات نتاع واحده نتاع ليسونس واحده نتاع السخانه نتاع الكهرباء. باش نتحكموا في الاورديناتور دابور نتاع الكهرباء نجيو من هنا هكا، هنا ننزلوا اوكي هكا عندي ديجا لهنا حاجات، ما غادي نجي هنا ننزل هكا تريب 1 تريب 2 هنا عندي ريسيت انديفيديوال فاليو تعمل ريسيت، وعندك كونفيجور فيو تنجم انت تعمل كونفيجوراسيون للفيو نتاع الوحده هذاك شنو تحبوا يظهر شنو تحبوا ما يظهرش. لهنا عندي يعطيني الكونسوماسيون انستونتاني التريب الاوتونومي نتاع الكهرباء والكونسوماسيون موين. لهنا نرجعوا هكا يعطيني يصور لي الكهرباء من غادي، بعد ما غادي يعطيني شنو التليفون اللي عمل له كونيكسيون من هنا، الميوزيك شنو الراديو اللي حاطه انا ولا الميوزيك ولا اي حاجه. ولهنا عندك الدرايفر اسيست واللي هي في الـ 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 اذا صارت حاجه كيف يعطيك تنبيه ولا حاجه. ومن هنا الفافوري مثلا لهنا الفيو اللي مختاره من هنا هي يوريك الفيتيس الكترونيك تاع الكهرباء، وهذاك هو معناتها بالنسبه للكرون اللي ما غادي ما فماش حاجه كبيره باش نحكي عليها غادي. وعلى اليسار عندي الريغلاج تاع الكروس كنترول والميوت وتنقص في الفوليوم نتاع الكهرباء. لاكودوار من هنا يقدم ويوخر مغلف بالكوير، رغم انه كسوه بالقماش انه خلاو الكودوار بالكوير. لهنا عندي دو بورت كوبلي زوج حاملات اكواب ريغلابل وفيهم لوميور دومبيونس لداخل ويتغطاو كيما عرفنا في وورد فوكس من قبل، فرند باركينغ الكترونيك، وعندي من هنا الاوتو هولد نتاع الكهرباء باش الكهرباء ما توخرش
في وسط السعده وباش تحافظ زاد على البواد فيتيس تاعها. ولا نشوفوا الديتاي حتى حطولك شر صغير حطولك هذيه باش حتى تنظفها وكل وما وتبقى ديما نظيفه الحكايه تبان ديما جديده. البواد فيتيس تاعها الليفي تاعها يذكرك بكراهب فوكس والفورد القدم ولا حتى كراهب الامريكان. لهنا عندك بي ار ان دي ال واللي هي ما تلقاهاش في الكونكورنت تاعها ولا حتى تو تلقاهاش واللي هي فورد تاع فيها واللي هي اللو. اللو هذه انك كربك تكون في بلاصه اوف رود شويه مش بوليت راه اوف رود هيك طبعا ولا حاجه تحط اللو باش كربك تقعد كان بريمير دوزيام هكا وتعطيك اقصى كوبل ما تنجم. وعندنا لهنا الزفلس واحده نتاع لي مود ديسبو لي مود دو كوندوي تاع الكهرباء. لهنا يظهر لي عندي مود نورمال عندي مود ايكو وعندي مود سبور. هذه راهي نفس الحكايه حتى في الفيرسيون افون فيس ليفت. وعندي زاده باش تنحي صوت الرادار نتاع الكهرباء. لهنا عندي ارانجمون عندي واحدة USB تيب A واحدة تيب C وواحدة 12 فولت زادة باش تشارجي تليفونك. الكليماتيزاسيون تاعها شوفوا كيفاش البوان ارغونوميك لهنا الكليماتيزاسيون تاعها خلاوها باللي بوطون اوتوماتيك بيزون. انا راك حاط تمبيراتور نحب عليها والباساجي راك حاط تمبيراتور اللي يحب عليها. والكرون لهنا كيما قاعدين تشوفوا خلاوه زاد فيه زوز فلوس مهمين نتاع الفوليوم نتاع التسكير ومتاع التبديل لي 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 شين دو راديو ولا حاجه. لهنا عندنا السينك 2.5 2.5 لهنا مثال تو انا عملت بيرنج للتليفون مثال لهنا فون من هنا هاك انا عملتها مثلا في فيرنج يعطيني شنو لي كونتاكت اللي عملتهم الاخرانيين لي تليفون اللي عملتهم الاخرانيين لي ميساج نحط دو نوت ديستارب واللي هي ما يقلقنيش معناتها ما يجيك حتى نوتيفيكاسيون تعمل لك حس ولا حاجه لان هاك حاط ديجا لهنا ديفايس. نجيو لهنا الواحد الراديو من هنا عندنا فيها الاستاسيون من هنا كما قاعدين نشوفوا فيها الار دي اس يعطيك اسامي الاستاسيون. وعندك هنا السيتنجز عندك برشا حاجات تعملهم. هنا عندك الفيكل باش تريك حكايه الكاميرا دونك كيفاش تحمي الكاميرا. وعلى فكره هذيك نحط واحد نتوما مارشيري باش نوريكم الكاليتي تاع الكاميرا نتاعها كي تدور يدور معاك الخطوط ما غادي كما قاعدين نشوفوا. الكاليتي نعطيها 6/10 توريك اللي تحب عليه وبالالوان زاده باهي. لهنا عندي نرجع للسيتينغز مره اخرى عندي الواي فاي عندي اوتوماتيك ابديتس وعندي هنا الديسبلاي كيفاش نحبوا دونك ايكرون صغرون اما فيه كل شيء. وبخلاف هذاك فيه تمبيراتور نتاع الكليماتيزاسيون من الفوق تظهر لك ديما محطوطه ما غادي. وعندك زاده السخانه البرانيه واللي هي تعطيني فيها توا 32. لهنا كرسي هذايا زاده فيه فاست اجير وفيه كيما هذا بالضبط تقريبا. لهنا قشر هذاك يهبط اسيستي فيه زاده ضوء والرونجمون نتاعو واسع ما شاء الله. ولهنا كيما قاعدين نشوفوا الكلها مغلفه بالكدا بطبع. عندي الزرباق فرونتو لاتيرو وزاد الريدو الفوق عندي بلافوني من هنا ما غير ضوء ميار دو كورتوازي حتى هذه زاد ما غير ضوء. وهذا كله بالنسبه للداخلين نتاع الكهرباء. ان شاء الله ما نكون نسيت حتى شيء بالنسبه للانتيريور نتاع الكهرباء. دونك من اهم الحاجات اللي يميزوا الكهرباء هذيا ولا من اهم الحاجات اللي نجم نركزوا عليهم خاصه في الكونفورت تاع السياقه واللي هي السياج نتاعها اجير. دونك كيما حكيت لكم بريزونطاسيون السياج تاع الكوندكتور ونتاع الباساجي الزوز اجير. اجير كيما حكيت لكم معناتها باش تعطيك اكثر راحه في السياقه وزاد بالنسبه حتى معناتها قاعده تكون قاعده صحيه ما تاثرش حتى على الظهر حتى على لون تيرم حتى زاد في اللي وتحس الفايده نتاعها في لون تراجي بالطبع. دونك لهنا الكهرباء كيما لاحظتوا دوما تنزل تعطيك مثلا بالنسبه لهنا للسسبنسيون عاديه الحق ماشي يبسه تريا شويه ماشي يبسه. دونك الموتوريزاسيون اللي معنا اليوم اتموسفيريك تنفس طبيعي يعطي 123 شوفو دين 123 حصان ويعطينا 150 نيوتن متر. دونك الكهرباء كيما حكيت لكم قبيله موجهه تكون سياره عائليه بامتياز معناتها مش تكون معناتها مش موجهه تكون شبابيه اكثر ولا نتاع ولا استعمال خاطئ الاستعمال نتاع مثلا الكهرباء اللي في سوما. خاطر الكهرباء فورد فوكس كيما سنستنا من قبل انها تكون سياره عائليه تاع وسط بلاد تاع دي لونتراجي تعمل عادي ما عندها حتى مشكل. دونك لاني حتى تشوفوها كي تنزل عليها تعطيك رغم انها اتموسفيريك. بالنسبه للبوات اللي معانا دونك بوات دورا شيفت سيرابور دونك وماهيش دبل كلاتش ولا حاجه. الشانجمون حتى الشانجمون تاع لي رابور تاع الفيتيس يصير طريقه هيدروليك دونك مش الكتريك. دونك مثلا سقط الفيرسيون افون ريستيلي هذه ما لحقت حتى فرق صراحه في السياق معناتها هل السياج وقتها جو بونس كانوا اجير نسيت بالضبط لكن ما فماش فرق كبير في السياق. الكليماتيزاسيون قويه ما فيها حتى مشكل. دونك لهنا حتى نجربوها بخلاف انه ما غادي الكيس الكبير حتى في الكيسات الصغار كما قاعدين نشوفوا قدامكم كل شيء
عادية. دونك لهنا بالنسبة للأوردينيتور دو بور تاعك كل شيء واضح، لهنا كهرباء اللي عجبني كل شيء واضح قدامك، كل شيء سهل لك كل شيء، ما عندك حتى شيء معقد، حتى ليزافيشاج نتاع الأوردينيتور دو بور ونتاع الكونسوماسيون كله واضح قدامك، ما تقعدش تلوج عليه. دونك أنا عملت لكم رميزة زيرو قبل ما نخرج، وبعد في الآخر نعطيكم كونسوماسيون موين قداش تعطي فينا، حسب التراجي وكلمة الزر يخدم، وكلمة الزر بالطبع اللي معنا أوتوماتيك. السسبنسيون تاعها بالحق ماهيش يابسة بالكل، تعطيك كونفور برشا في الكيسات الصغار هكا. حاجة أخرى زادة مهمة وهي ليزولاسيون، ليزولاسيون أبا فيتيس بالطبع باش تكون شبه منعدمة، بالطبع كي تنزل تسمع صوت تاع الموتور، وهذا أمر عادي على الآخر. دونك الموتور اللي معنا اليوم هو تروا سيلاندر. بالنسبة للمود زادا فيها المود سبور، فيها المود سبور في الفيتيس تاعها اللي كنت مش جربوها زي شوية نجربهولكم. بالنسبة للسيكوريتي عندنا الـ ABS بالطبع، عندنا تراكشن كنترول، عندنا الاسيس ايرباك، ايرباك فرونتو ولاترو وريدو، هما ولاو حاجات هذوما كيما نقولو ستاندر شوية في الكرهبة هذوما، معناتها حاجات لازم يكونوا موجودين. دونك الخرجة كيما قاعد تشوف خرجة قوية باهية بالكدا. قلت مثال الهند والرادار افون داخل خاطر قربت برشا الكهرباء القدامية. بخلاف انه عندنا زاد الكاميرا دي ريكول تلانية، وبخلاف حاجة أخرى عندنا زاد الأوتو هولد، معناتها ليدو دي ماراج اون كوت، معناتها الكهرباء مثلا في سعدة في فيو ما تدخل ما توخرلكش. هذا يعاون برشا الرادار القدام، يعطيك كي تقرب الكهرباء على الاخر. برسمي سسبنسيون ماهيش يابسة بالكل، برسمي معناتها ما تحسكش بحتى قلق في وسط المطار، في كيسات تونس كلها مركزية خاصة الكيسات الصغار، دونك ماهيش مقلقة بالكل في الحكاية هذيك. دونك نجرب حتى ندور على اليمين، بالطبع من هنا عندنا الكروز كنترول فيها من هنا كما قاعدين تشوفوا فيه، لان شفتوا السيليكسيون السيليكتور ولا لافيشور تاع السيليكسيون تاع الرابور كيفاش يحسك بكرهب فورد القدم. معناتها برسم الكهرباء في برشا حاجات كيما حكيت لكم بريزنتاسيون، ذكرك فورد القدم كيما سنست فوكس من قبل، منها الكوميتاتور تاع الانتبريور كيفاش يخرج ويدور ميكانيكمون، منها لافيشاج هذايا تاع لي رابور تاع الفيتيس، رابور معناتها انت حاط البي ولا الار ولا الان ولا مغاد. اشوف برسمي بالخرة تعامل عليها بالكدا بالكدا الكوبر، رغم انه حتى كنت تغدر للرقم 150 ما كنتش تبان لك رقم متواضع جدا، لكن بالرسمي في التجربة بعد كي تجربها باش تحس بيها يجاوب فيسا، رغم انه كهرباء كبيرة ما شاء الله. هنا ما عندناش لي زيت مانديان ديليني وك لي زوبسيون تاع لونتي كوليزيون، دونك خاطر لهنا نفهم حاجة اللي فورد حتى في التوجه نتاعها ماشي باش نحيها الفوكس، دونك من هنا سنوات اخرين باش نحيها الفوكس. دونك تو ممكن ما عادش تركز برشا على خاطر هي ديجا قاعده تركز على بالنسبه للمارشي الامريكان، تركز على لي زي سي او في ولي بيك اب، وبالنسبه للمارشي الاخرين مارشي كيما سوق الخليج وشمال افريقيا تركز على لي زي سي او في الصغار،
والكهرباء الالكتريك خاطر كلهم توا كان فما استثمار مادي باش يصير يشير على السيارة الكهربائية. اوك علاش يعني موديل كيف من هكا ما نحسوش قد تستثمر برشا في الديزاين، حتى كان شفتوا حتى الاستيلاج، الاستيلاج ما كانش جذري معناتها كاش التغيير اللي باش تقول كهرباء تبدلت، منزلت عقلها معناتها فورد نفسها. دونك لانا ندورو مغادي نوريكم نحطو بها المود سبور وتشوفوا كيفاش الكومبورتمون نتاعها. دونك تاع في الرون بوان 35 كيما قلت شوف ماهيش قاعدة تعمل في اوفر ستير بالكل. دونك لهنا ما فيش حاجه نربح، نرد تقول لي تو بالك موتور 3 سيلاندر بالك معناتها ما معناتها يكون ضعيف وزيد اتموسفيريك وزيد هذه ممكن حاجات ممكن ينقصوا لك في الكومفورت في البويسونس تاع الكهرباء اذا انت قاعد تلوج على اكثر، لكن هذوما حاجات تربحهم على لونتير من ناحيه حاجه مهمه واللي هي لونتريتيان. دونك كي تلقى كهرباء 3 سيلاندر اتموسفيريك لونتريتيان ماهيش باش تكون غالي، هذه حاجه اكيد. ثاني حاجه مثال البوات كي ماهيش سي في تي ماهيش دبل كلاتش مثال وزيد روبوتيزي معناتها هي عباره ميكانيك غير اللي رابور يتبدلوا هيدروليك معناتها اوتوماتيكمون. هذه حاجه حتى في لونتريتيان هاري غير في البوات معناتها باش تلقى الميكانيسيان في تونس يصلحوها البوات كيف من هكا وكل معناتها هذه حاجه الون كي تخمم فيها الون تيرم تلقى انه بعد حتى في القطايع في لونتريتيان باش تكون خير برشا من المنافسين. لان نجربوا فيها حتى المود اي المود لي مود دو كوندويت من هنا، ها عندك المود نورمال عندك المود ايكو عندك المود سبور. نشوف المود سبور من هنا دونك صوت الموتور يعلى وهذا امر عادي، عم برسمي الكهرباء تولي تجاوب بالكدا. دونك كيما قاعدين نشوفوا مغادير كونتور يوصل حتى فوق الاربعه. دونك بالنسبه للمود نجم ندور نرجعوا للمود نورمال وكي ندور نجربوا المود ايكو. المود ايكو مود سبور دي يساعدنا اكثر في الطرود كي باش تجري كي مثلا باش تدوب الفيسا تحط المود سبور فيسا تولي تجاوب الكهرباء. المود ايكو هو اللي تستعمله اكثر في وسط البلاد ونجربوا المود ايكو. المود ايكو صوت الموتور يقل على الاخر بالطبيعه باش تعطيك اقل بويسونس معناتها ماهيش توصل بيك 123 لكن باش تكون كهرباء كيما نقولوا جوست الهدف انها تنقص لك في الكونسوماسيون ديجا ما غادي حتى الكونسوماسيون موين قاعده تنقص بشوي بشوي رغم انه كمال الزور يخدم رغم انه لو السرعه مثال قرابه 60 حتى الريجيم اقل من 2000 معناتها فهمت الكهرباء تعمل مانتيان تعمل كونفيغوراسيون للقوه نتاعها باش الهدف يكون انه نقصه في الكونسوماسيون. دونك لهنا الرحله نتاعنا كانت قرابة 7 كيلومتر الكونسوماسيون عطاتنا 11 نيتر. هاكا نكون لكم على الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم، ان شاء الله تكون استفدت. اذا عندك اي سؤال على الكهرباء هذه ولا اي كهرباء اخرى موجوده في السوق مرحبا بك في التعليقات ولا شرح معلومات الاتصال الكل في الديسكريبشن اللوطه، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه اذا عجبك المحتوى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.